مشان تبقى توقفوا نحترم المواقف ما شفتوا الكوميشنرز اليوم وقت عم ينظمونا على الشكل سوا. كذلك اختي هالاحتفالات هيدي بتكون حياتا نرجع نجدد ايماننا. انا كثير مبسوط فيكم، بدي اشوف الكنيسه كل احد بالليل. I want to see every Sunday the church day like this. هيدا حس بخلينا انه حياتا نعيش ايماننا، ايمان عمره 90 سنه بهالبلد مدينه وينزر. فهذا بشرفنا انه حقيقة لحتى تكونوا مثل وانتوا اول كنيسة بين كندا وامريكا على القطبين، انه حقيقة ضمننا ماشيين حاملين مشعل الايمان والمحبة، وخاصة انه اليوم هلا حصان الزيتون يلي بيرمزوا العملون المحبة، المحبة عبارة عن بعض، المحبة لبعض البعض. It's very important as today we have the branches of olive. It symbolized as a peace in the world, peace between each other, peace with love with others. It's very important. And now we have welcome our subsequent Milan Isalmour from Lebanon, and you are with us and for 15 days and 20 days, and we have and welcome the brother Tony and Bata Kabena, and with us too is from Rome. I'm very happy to see all the new faces who come so far.